السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ تنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم العصير ديال التفاح والحامض. كيجي رائع بالماء، كيجي خفيف وبنين. إلا عجبكم تبعوا معايا حتى الأخير وما تنساوش اللايك. على بركة الله ندوز معكم لطريقة التحضير. على بركه الله عندي في هذا العصير واحد الحامضه كبيره اللي حكيت القشور ديالها وعصرت العصير ديالها، وعندي جوج تفاحات متوسطين اللي خليتهم بالقشور ديالهم مع جوج بنانات من احسن يكونوا طيبين مع كاس ديال الماء والسكر على حسب الرغبه. وهنايا في الخلاط غادي نضيف جوج بنانات ومن احسن يكونوا طيبين. وغادي نضيف عليهم العصير ديال الحامض. وكنطحنهم جيدا حتى يجيو على هذا الشكل. ومن بعد كنضيف التفاح بالقشور ديالو، ما كنحيدوش ليه القشور. وغادي نضيف القشور ديال الحامض. وكنعاود نطحنو مع القشور ديال الحامض حتى يجي على هذا الشكل. صافي، هنايا غادي نضيف الماء. ومن بعد غادي نضيف ليه السكر، وبالنسبه للسكر على حسب الرغبه، تقدروا تضيفوا 3 المعالق ولا نص كاس على حسب الرغبه ديالكم. انا على ضفت 2 معالق ديال السكر. وهذا هو الشكل النهائي ديال العصير. ها كيفاش كيجي؟ راه كيجي رائع منعش. هذا هو الشكل النهائي ديال العصير. تنتمنى ان يعجبكم مشاهدينا الكرام، والى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.